وشوشة. الحكاية طويلة جدا. الحكاية ابتدت من الجامعة. أنا كنت أصلا مذيع الجامعة وكنت بعمل برنامج كان بيتعمل كل سيزن للجاليات العربية اللي موجودة في الجامعة بتاعتي. وبعدها بقى قدمت في كذا قناة وكان في برنامج اسمه شبابيك كان بيقدم فيه مجموعة من الشباب. فطبعا أنا عملت خططي طبعا إن أنا لازم إن أنا أتقبل. فشفت إيه البرامج الشبابية الموجودة على الساحة وقدمت فيها. وفجأة لقيتهم بيكلموني في برنامج شبابيك كان أشهر برنامج في الوقت اللي أنا كان فيه سلمى وإياد ومجموعة من الشباب. حصل إن هم كلمونا كلنا لبرنامج تاني كان برنامج سينما عالمية. ومن هنا بقى ابتديت مشواري لوحدي اللي هو أول برنامج عملته اللي هو كان سينما سكوب كان ببرنامج سينما عالمية. من هنا بقى بدأت خطة التطوير إنه لازم يكون في أخبار عربية في البرنامج. وبعدها جت فرصة إن أنا أستضيف النجم أحمد وفيق وكانت أول حلقة ليا في استضافة نجم عندي في اللوكيشن. والحلقة حققت نجاح والناس ابتدت تشوفها. ابتديت بقى من هنا أدعو بقى الضيوف لأنهم يجولي على اللوكيشن بتاع البرنامج لغاية ما البرنامج بقى حقق نجاحات أنا عن نفسي يعني راضي عنها إلى حد ما. كنت على طول بسافر برا وبشوف ليا يعني وجهات نظر في المواضيع دي ودايما بتابع النجوم وعارف أسمائهم وكده. فلما جم في القناة طلبوا حد يقدم برنامج سينما عالمية فما لقوش حد يعني فاهم في الموضوع غير أنا وكان في حد تاني بس عملوا زي يعني مقارنة أو حاجة وأنا اللي ربنا وفقني في الموضوع. بس بعد كده اكتشفت أنه لأ مش لازم أن أنا أركز في الموضوع ده قوي يعني لأنه برضو الجمهور السينما العالمية في مصر مش كبير بالدرجة اللي أنا متخيل اللي أنا كنت متخيلها. فمن هنا بقى ابتديت لأ لازم أن أنا أطلع برا المنطقة دي لأن أنا كان بقالي بالضبط في البرنامج 4 سنين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.